بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. أول شيء هنيئا لمن ساهم وبذل المال في أوجه الخير، لأن ما يبقى للإنسان من ماله إلا ما ادخره لآخرته، الله، وما يبقى للإنسان من ماله إلا ما قربه لربه جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل الصدقة في مواطن كثيرة، وجاء عن فضل الصدقة يا إخواني في آيات كثيرة. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. يعني تأمل معي هول يوم القيامة وشدة هذا الهول والخطب والفزع اللي يعيشونه العباد في هول ذاك الموقف، وأنت في ظل هذه الصدقة التي أنفقتها وأنت لا تعلم، قد تكون نسيت وقتها ومتى أنفقتها، ولكنك يوم القيامة وجدتها في موطن أنت كنت تبحث عن ما يشفع لك أمام الله عز وجل. ويكفي أن في كل يوم ملك يدعو لكل متصدق ويقول: اللهم أعطي كل منفق خلفه. الله. فيا أخواني الآن يعني مع التطبيقات اللي جاية هذه ومع الأمور هذه سهل علينا أمر الصدقة. يعني الآن وأنت تتابعنا يا مشاهد تستطيع أن تتصدق، تدخل على التطبيق وتتصدق وأنت جالس تشاهد البرنامج. أنا ما عندي فلوس أبتصدق، بعض الناس يقول: يا شيخ نسمع تتكلم عن الصدقة وشوقتنا للصدقة ودنا نتصدق لكن ما عندنا فلوس. أقول له: تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. ترى مقطع أو يجيك مقطع لوقف من الأوقاف، أنت إذا أرسلت هذا المقطع وتصدق رجل بسببك أنت شريك في الأجر. إذا نويت أنك تتصدق أنت بإذن الله بلغت هذا بنيتك. فدائما يا أخواني نبذل، يعني لا نستهين بفعل الخير أي كان، حتى لو ما كنت أستطيع أن أدفع أنا أستطيع أن أنشر، يجيني مقطع أو أرى مقطع في جوال يمرك يا أخي أنشره. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما عندي أحد طيب، ما عندي متابعين ولا عندي شيء، ولا لو واحد تنشر له وهو يرسله للثاني أنت كذا نشرت الخير، أنت الآن نشرت الخير. اليوم أقرأ يا أخواني في قول الله عز وجل عن الإنفاق: أن ينفقون في السراء والضراء. فأقرأ ذكر كلام جميل ذكره ابن كثير رضي الله رحمه الله، يقول: ينفقون في السراء وفي الضراء، يعني وقت اليسر ينفق، ولو ما كان عنده إلا الشيء القليل ينفق، الهدف أنه ينفق، ينفق سواء بقليل أو بكثير. يا أخي لا تحقر شيء. الآن بعض الأوقاف والمشاريع سهلت لك الصدقة، جعلت لك تتصدق في كل يوم بريال، تدخل تطبيق وريال. وحنا يا أخواني في شهر الخير، وحنا الآن يا أخواني مثل ما ذكرنا قبل شوي الحديث اللي ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة أخبر عنه النبي، وذكر منها يا أخواني الصدقة، صدق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. أنت تصدق الآن أفضل الصدقة سقي الماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الله أكبر. أنا وكافل اليتيم كهاتين. أنت إذا تصدقت وشاركت في هذا الوقف أنت شاركت في كفالة اليتيم، حتى لو بريال، حتى لو بريال يا أخي شارك في كفالة يتيم، إنوها أنها كفالة يتيم، وربما درهم سبق ألف درهم، نعم، ريال يمكن يسبق ألف ريال إذا أخلصت النية لله عز وجل. بريال واحد بس تكون تصدقت، سواء بقيت سقيا ماء أو غيرها، أوقاف يعني هذه أوقاف، أو اجعل صدقة جارية لك يا أخي. يا سلام. يا أخوان حنا عندنا موتى ينتظرون منا الصدقة. الله. يا سلام. الله. أنت اللي عندك أخ، عندك أخت، عندك أب،
عندك أم ينتظرون الآن منك، تصدق، ادفع في هذا الوقف، يكون نجاه لك ولهم يوم القيامة. أحسنت. يوم لا ينفع مال ولا بنين. لا إله إلا الله. فإخواني الله الله، فالصدقة ترى الصدقة شأنها عظيم. يكفي يا إخواني أن الصدقة تطفئ غضب الرب. أحسنت. الله أكبر. أحسنت. تطفئ غضب الرب. يا إخوان كلنا ذنوب ومعاصي، نسأل الله يعفو عنا. نتصدق حتى يرضى الله عنا. نتصدق حتى يرضى الله عنا. صدقة تطفئ غضب الرب. والله يا إخواني، وهذه اجعلها أنت لك علاج يا من ابتليت. يعني اسمحوا لي في اللفتة هذه، سمحتوا لي. أنت كل ما وسوست لك نفسك بفعل ذنب أو شيء تصدق. جميل. تصدق والله ما تفعل الذنب، لأن الشيطان ما يبيك تقدم للخير. الشيطان ما يبيك تقدم للخير. أعد أعد يا شيخ. أقول كل ما أذنبت تصدق. كل ما أذنبت تصدق. والله أول شيء أنك تبتنال الأجر من الله عز وجل، تكون في ظل صدقتك. هذه واحدة. الثانية أنك بيطفئ عن غضب الرب جل وعلا، بيصبح الله راض عنك. يا سلام. الثالثة الشيطان ما راح يوسوس لك أنك تذنب، ليه ما بيك التصدق؟ أنا أشغلته. حطيته في حيرة أنت الآن. أنت الآن حطيته في حيرة الشيطان. صح. ولا عادك مخطي. ولا أنت بدل إيه، الفلوس غالية عند الإنسان. والله يخطي ربي يا أبو بجد. الفلوس غالية عند الإنسان، والله ما عاد هو مذنب الإنسان. اللي ليه؟ لأنه كل يوم بيذنب بيدفع الفلوس غالية عليه، فأدب نفسك. إذا هذه خمس فوائد. أي والله. أنا ما ودي أستأثر بحديث عن الشباب، لكن الآن تصدق. أنت في ليالي عظيمة. تصدق عن نفسك، عن كل من تحب. ما تستطيع أنك تدفع أي مقطع يجيك لهذا الوقف أو غيره من الأوقاف، انشره يا أخي. جزاك الله خير. كن شريك في الأجر. أحسن. فأترك المجال للأخوان.